إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بلاطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، الله يسخر الجميع. أتمنى لكم يعجبكم محتوى القناة. بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا أول مرة، ما ينساوش تفعلوا في القناة، خليونا البصمة، اللهم يسر. المهم الإخوان، الفلوك ديال اليوم إن شاء الله بتاريخ 26/12/2022، تبارك الله، اللهم يسر. نظرة الإخوان شوية على القسيل، هو هذا القسيل الإخوان. الناس يعني الفيديو اللي حطيت قبل، الناس تتسول واش القسيل هو الزرع. القسيل الإخوان يعني حنا تنقولوه القسيل، كاين اللي تيقولو أكلاس، يعني تيتزرع بكري في شهر 9 تيتزرع. كلش متيزرع، كل اللي تيزرع الشعير، كل اللي تيزرع الفوراج، كل اللي تيخلط الفوراج والشعير. ومن الأحسن تخلط الفوراج والشعير، ولا جاب الله الروا راه الحمد لله تيوجد بكري وتيتبرع فيه، لا الخروف لا النعجة لا الخروفة الصغيرة تيتبرع. صراحة الإخوان يعني عنده دور كتير، دور كبير صراحة. الحمد لله الغنم اللي تطرع فيه تتبرع دغيا دغيا، عنده نتيجة، يعني الصراحة تعطي نتيجة دغيا دغيا، والحمد لله عليها. أنا تبارك الله دابا راه تقريبا سيمانة اللي طلقت فيه، والحمد لله راه مازال الخير تبارك الله، مازال يزيد ياكلو في هاد الرقعة هادي، راه مازال يزيد ياكلو فيها. هو اقتصادي، بالنسبة للاقتصاد تيكون اقتصادي. هنا الإخوان أنا راه تقريبا زرعت مكملاش 30 كيلو، كاع 25 30 كيلو اللي زرعت هنا. الحمد لله جاب الله ديك الشتيوة الأولى وخرج تبارك الله، والحمد لله الخرفان دابا راه مبرعين فيه، الله يدير الخير تبارك الله، اللهم بارك. انا بالنسبة لهاد البلاصات الجناب هادو ما تيكون قليل شوية، تيجيهمش حار، هاد الوسط هذا تيجيهم حار، كانوا تيهربوا منه، ولكن دابا تبارك الله رجعوا عليه تياكلوا كلشي صراحة الإخوان. يعني بالنسبة للإنسان خصوصا اللي عندها البيار ولا هادي دا الماء موجود، دير شوية ديال السقارة ما يخص خير، وإلا جاب الله الشتا خير ديالو عاوتاني راه ما يخص خير تبارك الله. يعني بمقارنة الإخوان، يعني ديك 30 كيلو كون علفتها راه كنعطيهم تقريبا، تنعطيهم 10 كيلو في النهار تدير لهم والو، يعني 3 ايام ديال الماكلة عندهم، عاد زيد البال زيد بزاف ديال الحوايج. وكل الحمد لله حيدت لهم العلف، تنعطيهم غير البال من الصباح للصباح، تيرعاو تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين الصباح بالقسيل، وبالعشية عاوتاني كذلك، والله يدير الخير. اخوكم راعي الغنم بالأطلس المتوسط، يحييكم من نواحي مدينة أزرو، تبارك الله عليكم. موعدنا ان شاء الله غدا الثلاث، سوق 3 أزرو، ان شاء الله نوافيكم بالأثمنة ديال الخروف والخروفة والنعجة، تحياتي للجميع. تبارك الله ما شاء الله. مازال تبارك الله ياكلو هنايا، دوزو فيه واحد سيمانة أخرى، سيمانة تبارك الله مازال ما ياكلو هنايا، والحمد لله عليها. نتمنى من الله شي رغوية في القريب العاجل، وإن شاء الله غادي نرشو ليه شوية ديال الملحة، ديرو ليه 33 مزيانة، نرشو ليه شوية ديال الملحة وما يكون غير خير. هنا ان شاء الله فاش غادي نسالي هادي، كاين هاديك راه اللي مور الكرياج، تا هاديك راه تبارك الله تا هي راه زرعتها في نفس النهار، هاديك داير بيها الكرياج ان شاء الله غادي نطلقها ان شاء الله فاش نكمل هادي هنا، وغادي نطقم في الجهة الاخرى، الله يدير الخير تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد.
تبارك الله عليكم الإخوان، تحياتي لكم، الله يسخر الجميع.